مكان وقوع الجريمة مدينة ردع. المجرم اثنان من مرافقي أحد قيادة الميليشيا، الضحية تاجر من ريمة. كيف يمكن للميليشيا الاستخفاف بالناس وترويج الأكاذيب والمغالطات ونشر فيديو الجريمة باعتبارها حصلت في مأرب؟ أهلا بكم. يطالب أحد قادة الميليشيا الحوثية بتحرير مأرب لينعم كل المواطنين هناك بما تنعم به صنعاء ومناطق سيطرتهم بالأمن والسكينة. صنعاء التي تحدث فيها الجريمة وتموت الحقيقة، وسلطة حاكمة يمتد تاريخها الموغل في الجريمة لعقود خلت. كيف يمكن الحديث عن جرائم في مناطق تخلو من الإعلام والراصدين الحقوقيين؟ والأهم من ذلك، كيف تعمل الميليشيا؟ وإلى متى ستستمر بالاستخفاف بالناس وترويج الأكاذيب وخلق كل تلك المساحة من السواد والشقاق بين اليمنيين بسبب القهر الذي تجعلهم يعيشونه؟ جريمة أخرى تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، ضحيتها أحد الباعة. كاد الجناة أن يفلتوا بجريمتهم لولا وجود كاميرا المراقبة. الجريمة هنا سطو مسلح على أحد المحلات التجارية من قبل مسلحين يعملان كمرافقين لأحد قيادات ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، والضحية تاجر من أبناء محافظة ريمة يملك معرض ملبوسات في حي الفرز بمدينة ردع. لم تقف الجريمة عند هذا الحد الذي بات مشهدا متكررا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بل للجريمة وجه آخر يتمثل باستغلالها من قبل أحد قيادات الميليشيا، مدعياً أن الحادثة تمت في مأرب، مشيراً إلى ما أسماه الانفلات الأمني وعمليات السطو والنهب في مناطق شرعية، متوعداً بسيطرة جماعته على مأرب كي ينعم مواطنوها بالأمن والسكينة حد قوله. جريمة مركبة أثارت استنكاراً واسعاً لدى اليمنيين، كون الميليشيا تستخدم كل حيلها ومغالطاتها ليس لدفن جرائمها بل ونسبها للغير، في جراءة غير متوقعة لقلب الحقائق والاستخفاف بعقول الناس. لم يعد يخفى على أحد أن ميليشيا الحوثي سلبت الناس تحت سلطتها كرامتهم وأسرفت في جرائمها ضدهم منذ أكثر من 5 سنوات، إذ باتت مناطق سيطرة الميليشيا مسرحاً مفتوحاً لجرائم مغيبة وفوضى عارمة يسقط جراءها الكثير من الضحايا ويدفع المجتمع ثمن ذلك في الظلام، بعد أن خلت هذه المناطق من أي صحافة أو نشطاء أو راصدين لتمر الكثير من الجرائم ولا أحد يعرف عنها شيئاً. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت آسيا، أهلا بك. إذن بالتأكيد تابعت الفيديو الذي قام بإنزاله المدعو حسين العزي، فيديو اعتداء ونهب مسلحين لصاحب محل. يقول أن هذه الجريمة وقعت في مأرب، ويعني يتبجح بقوله انتظرونا أهل مأرب لأن تصل مسيرة القرآنية وتحقق العدل كما هو في صنعاء بقية المناطق. كيف تفسر الاستخفاف بعقل المواطن والناس والاستخفاف أيضا بالمنطق والحقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين. الحقيقة هذه ليست المرة الأولى لقيادي في ميليشيا الحوثيين يمارس، يعني مع الاعتذار لك والمشاهدين، نوع من الاستحمار يعني للناس، لأنه هو فعلا استخفاف وكذب وتضليل ومحاولة لتوظيف الكذب، بمعنى أن الميليشيا الحوثية لا تكتفي فقط بالكذب وتزييف الحقائق، لكن أيضا محاولة البناء عليها يعني محاولة إرسال رسائل معينة للجمهور، طبعا جمهورها، في ظل حالة الإغلاق التي فرضتها على المجتمع وفرضت قنوات تواصل خاصة بها مع المجتمع، تحاول من خلال هذه القنوات أولا إثارة الإشاعة وإدارة المجتمع بالإشاعة والكذب والتزييف والتضليل، وتوجيه الجمهور باتجاه الإعلام الحربي وأهداف الحرب النفسية التي تمارسها.
الميليشيا الحوثية وهذا القيادي حسين العزي طبعا في قيادي في ميليشيا الحوثيين نشر مقطع فيديو كما شاهده الجميع على أساس أنه في محافظة مأرب محاولة للنيل من محافظة مأرب ومن السلطة المحلية هناك، وعلى الأقل هذه المحافظة التي باتت اليوم هي النموذج الجيد، ليس فقط ليس النموذج الذي يرغب به اليمنيون، لكن على الأقل في ظل الظروف والوضع الراهن تمثل ملاذا آمنا لملايين النازحين من اليمنيين الهاربين من جحيم القمع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين. يحاول تصوير الفيلم أو الفيديو أو الكذب على الجمهور بأن هذا الفيديو وقع في مأرب، أشخاص مسلحين من ميليشيا الحوثيين يقتحمون محلا تجاريا ويعتدون على صاحب المحل ثم ينهبون ويغادرون. هذا ليس طبعا الحادثة الأولى أولا، يعني إن كان من تعليق أولا على الحادثة، ليست هذه الحادثة الأولى، كان هناك حوادث كثيرة سابقة مماثلة لميليشيا الحوثيين مسلحين يقتحمون محلات الناس وينهبون ويعتدون بالضرب أيضا والإذلال. شاهدنا في أحد التسجيلات السابقة عملية إذلال وضرب بالوجه وأنحاء مختلفة من الجسم أمام لأحد ملاك هذا المحل أو لمالك المحل. هذا ما كشفته ووثقته كاميرا حينها، من حسن حظ صاحب المحل أن هناك كاميرا وثقت، وبالتالي هذا يعني أن هذا سلوك ممنهج وممارسة شائعة لعناصر ميليشيا الحوثيين في الاعتداء على الناس خصوصا في أصحاب المحلات لنهبهم والاستيلاء على أموالهم. ليس هذا فقط ولكن أيضا إذلال الناس والإمعان في إهانة كرامة الإنسان اليمني للأسف الشديد. نعم، ممهجة التجار من صنعاء ومن المدن التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، إلا يعني ربما هذه الممارسات أحد الأسباب غير الجباية التي يجبرونهم على دفعها، الإعدامات الميدانية، تفجيرات المنازل وكل تلك الممارسات التي تم مشاهدتها من خلال فيديوهات يقومون بعضها بنشرها هم تفاخرا بما يصنعون. هل هذا هو العدل الذي يطالب به يعني أمثال حسين العزي؟ يعني اللافت أخت آسيا في سلوك هذه الميليشيا، الحقيقة يجب أن يدرس هذا السلوك والثقافة والأداء الذي ينطوي ليس فقط على نوع من الكذب والغطرسة ولكن أيضا نوع من اللؤم. يعني الميليشيا الحوثية لا تتوانى لحظة في محاولة كما قلت إهانة كرامة الإنسان اليمني وقمعه والاستيلاء على أمواله. طبعا الميليشيا الحوثية منذ اجتياح العاصمة صنعاء وسيطرتها عملت على فرض واقع، يعني واقع إجباري للمجتمع يسير في فلك سياسة هذه الميليشيا، وهو ما اضطر الكثير كما أشرت في سؤالك إلى الهجرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين. في المقابل هذا السلوك كان مقصودا منه البدء في نشوء طبقة من رجال المال والأعمال وصغار التجار حتى تابعين لميليشيا الحوثيين، بمعنى أنها تحاول إخلاء كل مناطق سيطرتها من أي صوت معارض من أي فئة لا ترغب بوجودها، وبناء يعني فئات في المجتمع وطبقات في المجتمع فقط ترضى عنها ميليشيا الحوثيين وهي الفئات التي تسير في فلكها. وبالتالي هذا القمع المفرط والتوحش لميليشيا الحوثيين، وهو في الحقيقة لا يختلف عن سلوك التوحش الذي تتبعه أي جماعة عنف مسلح، بل ربما فاقت ميليشيا الحوثيين في سلوكها العنيف والمتوحش الكثير من جماعات العنف التي شاهدها العالم في أكثر من منطقة حول العالم، واستفزت ضمير المجتمع الدولي للحرب عليها، داعش والقاعدة وغيرها. الميليشيا الحوثية يعني ارتكبت جرائم وسلوك أبشع من تلك الجرائم وعمليات القمع التي مارستها كل التنظيمات المسلحة، لكن الفرق هو أن الميليشيا الحوثية تحاول بناء صورة يعني براقة لها في الخارج وتبني عليها طبعا بأساليب من الكذب وتزييف الحقائق ومحاولة تشويه الخصم وإلحاق كل الجرائم التي ترتكبها محاولة إلصاقها بالآخر، يعني حتى بما في ذلك الناشطين السياسيين الصحفيين أي فئة كما قلت في المجتمع تحاول رفع صوتها
انتقادا للمظلومية التي تمارسها الميليشيا الحوثية. الأمر الآخر أيضا الملاحظ في سلوك الميليشيا الحوثية أنها تحاول حتى من خلال الكذب والتضليل وتزييف الحقائق استصحاب مزعوم المظلومية، بمعنى أنها تدعي كأنها حامي حمى المجتمع اليمني وأنها تدافع عن مصالح الإنسان اليمني وكرامة الإنسان اليمني، وتحاول أيضا غسل دماغ أتباعها وأنصارها بهذه المفاهيم المبنية على يعني منظومة من الكذب وتزييف الحقائق ودوام الحديث عنها لإقناع أنصارها بأنهم على الحق وأنهم يدافعون عن الإنسان اليمني، بينما في الواقع الميليشيا الحوثية هي العدو الأول للإنسان اليمني، وهي لا ترى في اليمنيين إلا يعني قطيع يجب استعبادهم وإذلالهم وإهانة كرامتهم. وفي الحقيقة هذا السلوك أخت آسيا ليس جديدا على ميليشيا الحوثيين، هو نعم يعني هو جزء من تركيبتها وثقافتها وامتداداتها يعني له بعد تاريخي. نعم. الموضوع يعني هذه مسألة الانتهاكات بدم بارد والتدليس والكذب هل له بعد تاريخي؟ بالتأكيد، يعني كنت أقول أنه الميليشيا الحوثية استفادت أو وربما قلت هذا الكلام أيضا يعني في أكثر من مرة، الميليشيا الحوثية تغرف من مخزون الكراهية والأحقاد التي تتشبع بها هذه الميليشيا مخزون الإمامة التي جثمت على صدر اليمنيين ردحا من الزمن، ومارست نفس سلوك الميليشيا الحوثية سواء ما يتعلق بالقمع والتوحش ضد اليمنيين أو الاستعلاء على اليمنيين والنظر إليهم بنوع من الدونية ومحاولة يعني اصطحاب المظلومية في الدفاع عن اليمنيين في أي عدو وهمي. يعني نعرف أن الميليشيا الحوثية في كل مرحلة من مراحل الصراع والأحداث التي شهدتها اليمن كانت تصطحب نوعا ما أو تختلق حالة ما من المظلومية تصطحبها في خطابها السياسي والإعلامي من أجل دغدغة عواطف السذج طبعا من الناس وأنصارها وأتباعها، وفي نفس الوقت أيضا محاولة البناء على هذا الخطاب لإظهار صورة أمام الخارج مخالفة للواقع الوحشي الذي مارسته. على سبيل المثال عندما بدأت الميليشيا الحوثية في اجتياح العاصمة صنعاء والسيطرة على المدن ومؤسسات الدولة وتقويض سيادة القانون، نتذكر أنها رفعت شعارات براقة في الدفاع عن مصالح الشعب اليمني ضد الزيادات السعرية وضد الفساد ومن أجل تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أين كل هذه الشعارات؟ استهلكت في خطابها الإعلامي والسياسي وظهر للناس أنها ليست في وارد هذه الشعارات الزائفة. ثم بعد تدخل التحالف للأسف الذي أساء إدارة المعركة مع ميليشيا الحوثيين وساهم بأخطائه وخطيئاته في تمكين مشروع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، مناطق الكثافة السكانية، لجأت الميليشيا الحوثية إلى محاولة اختلاق مظلومية أخرى وهي مواجهة ما أسمته العدوان، وساهمت كما قلت أخطاء وخطايا التحالف في استثمار الميليشيا الحوثية لهذا الخطاب ولهذا المزعوم من المظلومية لحشد الناس حولها والتعبئة لحربها وعدوانها على ما تبقى من أي أصوات معارضة لها في مناطق سيطرتها. اليوم بعد توقف أو الهدنة التي أعلنها التحالف لن تعدم الميليشيا الحوثية أي مزعوم لمظلومية أخرى، وهكذا هي تعيش وتمارس حربها وعدوانها وقمعها وتسلطها على المجتمع اليمني باختلاق المظلومية. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا الكاتب يحيى الثلاية من مأرب عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير أستاذ آسيا، عليك على محمد وعلى مشاهديكم. أهلا بك أستاذ يحيى، كيف تعلق على ما تم نشره من فيديو من قبل مدعو حسين العزي بأن مأرب تحدث فيها جرائم وانتهاكات، وأنهم حينما يأتون إلى مأرب سيتم تحرير المدينة من هذا الظلم كما قال، وبث الأمن والأمان، وكما تعرف أن الفيديو يعني ثبت أنه في منطقة رداع تحت سيطرتهم؟ أولا أحييك وأحيي مشاهدي قناتكم الأعزاء. ما ورد في الفيديو هذا أو ما ورد في تعليق أحد قيادات الميليشيات الحوثية عليه ليس سوى إثبات
الهاشمية الزيدية في اليمن التي تقوم على الخداع والدجل، ترتكب الخطيئة وتنسبها لغيرها، تدعي الطهرة وهي أشد دنسا من الدنس. ما هذا هو الموجز والإيجاز والتكريم التاريخي للإمامة وللهادوية التي قدمت في العام 284 هجرية، لا تتورع عن تدليس أي شيء وتصويره دينا. هنا يكتب حسين وهم يسوقون هذه الأكاذيب، يرتكبون الجريمة ثم ينسبونها لغيرهم ويدعون محاربتها. ليس جديدا هذا ولا حال الشاذة، بل هو طبعهم ودينهم وديدنهم منذ عرفتهم البلاد إلى اليوم. نعم، إذا ما هي برأيك أبعاد جرائم الحوثيين التاريخية ضد اليمنيين؟ يعني كم المرات التي تعرض فيها اليمنيون للظلم من الرقم الذي؟ نعم، فقدنا الاتصال، سنعاود التواصل بك أستاذ يحيى. إذن أستاذ محمد، ربما أنت تحدثت أن صاحب هذا المحل كان محظوظ بوجود كاميرا يعني تثبت حقه. كثير من المحلات لا يوجد كاميرات وجه، كثير من الانتهاكات لا يوجد من يقيدها أو لا يوجد من يرصدها. كيف يمكن إثبات حقوق كل هؤلاء المظلومين تحت سلطة ميليشيا الحوثي؟ فعلا الميليشيا الحوثية عندما تمارس قمعها الوحشي بحق اليمنيين هي يعني تركن إلى أنه لا يوجد من يمكن أن يوثق هذه الجرائم وهذه الممارسات، لأنها عمدت منذ اللحظة الأولى كما قلت لسيطرتها على العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية، عمدت إلى سلوك قمع وحشي تجاه أي صوت مناوئ لها، وفرضت واقعا يتسم بالترهيب والترويع للناس. لا يمكن لأي شخص أن يحاول الحديث حتى عن قضايا حقوق الإنسان أو التوثيق أو انتقاد سلوك أو ممارسات لهذه الميليشيا، اللهم إلا إذا كان هناك هامش معين تحدده الميليشيا نفسها لبعض ناشطيها، بحيث تظهر كما قلت دائما الوجه وجه آخر يبدو ناعما أمام الخارج، بينما في الواقع سلوك قمعي ووحشي مفرط جدا لا يختلف عن أي تنظيمات أو جماعات عنف مسلح وأشد. الحقيقة أيضا الملاحظة الأخرى التي كنت أود الإشارة إليها أن الميليشيا الحوثية وهي تبني يعني خطابها الإعلامي على الزيف والمغالطات والأكاذيب كما شاهدنا في منشور القيادي الحوثي العزي، تحاول النيل من محافظة مأرب والتي تمثل شوكة في حلق مشروع الإمامة وعودته الدامية التي تمثلها ميليشيا الحوثيين. المأرب وقفت حجر عثرة أمام مشروع الإمامة بنسختها الحوثية، ولا تزال تقاوم وتقدم التضحيات لأن تكون مأرب هي الملاذ الآمن في الجغرافيا اليمنية التي تشهد حالة من العبث الدامي للأسف الشديد، حتى في المناطق التي كنا نظن أنها ستكون خاضعة لسيادة القانون والحكومة الشرعية أفسدها التحالف، فلم تبقى سوى مأرب تمثل ملاذا للآمنين وللهاربين من جحيم محمد، وكيف أنها فعلا هي ملاذ حقيقي وعين بالنسبة للحوثيين تريد أن تصل إليها. عاد إلينا الأخ يحيى ثلاية. أستاذ يحيى، كنت سألتك حول أبعاد جرائم الحوثيين التاريخية ضد اليمنيين. أولا أختي، لو ينظر أحد إلى ما يرتكبه الحوثيين في مناطق سيطرتهم، ولو تلتقط كاميرات المحلات وكاميرات الإعلام ما يجري من جرائم في محلات صنعاء وفي أسواقها وفي شوارعها وفي بيوتها أيضا، لرأينا المهول والذي يعتبره البعض مستحيلا. هناك جرائم في مناطق سيطرة الميليشيا، جرائم آخرها مع ما يحدث في وباء كورونا الذي أصبحت يعني ضحاياه في صنعاء حد كارثي يفوق كل على التقديرات المعلنه. لا احد في العالم يلاحق المصابين بكورونا باطقم عسكريه وبمسلحين الا بسلطه ال حسين العزي. هذه الجرائم التي يندى لها الجبين لو التقطتها كاميرات الاعلام لوجدت المهول، لكن لو الغينا نظره تاريخيه على تاريخ الامامه وعلى تعاملها مع اليمنيين ابتداء من الرسي
يحيى بن حسين الرسمي في القرن الثالث الهجري نهاية القرن الثالث الهجري أفتى بجواز إحراق النخيل وأعناب اليمنيين في مناطق صعدة، خرب منازلهم، نكل بأحرارها وبرجالها، ألحق بهم الأفاعيل المتحالفة مع الطبريين الذين قدموا طبرستان، واشتغل بشكل حثيث على الوقيعة والفتنة بين القبائل اليمنية. كذلك كل امتداداتهم، لو جينا إلى القاسم بن محمد هو الذي أفتى بجواز سلب اليمنيين أموالهم من مخالفيهم وجواز حرق أموال حرق منازلهم وقتل مقاتليهم وتنكيل والتهجير الذي عاد اليوم بصورة أكثر سهولة من قبلها. المتوكل ابنه المتوكل إسماعيل هو صاحب القول الشهير أنني لا أخاف أن يحاسبني الله على ما أخذته من أموالهم ولكن عما أبقيت في أيديهم، وهو صاحب الرسالة أو الجريمة التاريخية التي وضعها في كتاب بعنوان إمتاع السامع في جواز نهب أموال الشوافع. هذه عقيدة تقوم على الإفساد وعلى التنكيل وعلى الكذب، لا يبالون في ارتكاب أي جريمة بحق اليمنيين ما دامت تمنحهم حقوقهم فيه وشهوتهم الجامحة والجذرة في السلطة والتسلط على أموال اليمنيين ودينهم وعقيدتهم وبلادهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية التي أساءوا إليها أكثر وأقبح من كل محتل وكل غازي على فتح البلدان. نعم، إذا أستاذ يحيى برأيك يعني كيف تؤثر هذه الجرائم على النسيج الاجتماعي بالنسبة لليمنيين؟ النسيج الاجتماعي أولا نحن أمام حالة واضحة، نحن أمام يمنيين وأمام، لكنهم هم أنفسهم ما زالوا يتعففون أو طيلة وجودهم قرون ظلوا يقدمون أنفسهم كأجانب وكجالية ليست يمنية، وبالتالي نحن أمام حالة من البلاء تقوم كل اليمنيين وتوحد نسيجهم الاجتماعي في مواجهة هذه الجذارة الصارخة التي يعني اشتكى منها اليمنيون قرونا وعادت اليوم بشكل سافر توحد النسيج الاجتماعي وليس تدمره في مواجهة هذه الطغمة الحاقدة وهذا السوء القبيح والبطش المريع. اليمنيون اليوم تهذوا في كل مناطق اليمن، عرفوا الإمامة وعرفوا قبحها وعرفوا جرائمها شمالا وجنوبا بشكل لم يسبق إليه من قبل في تاريخ اليمنيين، وبالتالي ستتراكم لتنفجر في وجوههم دفعة واحدة، وكما قال الشهيد الزبيري تجمع أن دموع اليمنيين ستتحول إلى بركان، إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصليلها الأمم، سيتحرك الشعب ستتجمع هذه الجرائم والفضائح التي ترتكب بحق اليمنيين ليتحول إلى ثورة عارمة تلتهمهم في مناطق سيطرتهم قبل غيرها. من يظن أن مناطق سيطرتهم استحقت لهم فهو لا يعرف تاريخ اليمن ولا يعرف دورة الصراع في حياة اليمنيين. ستكون الثورة والانفجار الكبير والقنبلة الأكثر دمارا ستنطلق من مناطق سيطرة الحوثيين ومن صنعاء عاصمة اليمن التاريخية التي أذاقتهم الهوام قرنا بعد قرن ومحاولة بعد محاولة من صنعاء التي أشرقت منها رياح شمس 26 سبتمبر الخالدة ستعود اليوم رغم ريحة الموت التي تنبعث من بين بيوتها ورغم البطش المريع ورغم حالات النهب الإجرامي. ستعود صنعاء وستعود كل مناطق اليمن قنبلة مدوية وسيفا يلوي عنها الظالمين، وكما قال الشهيد الزبيري رحمة الله عليه حجاج حجة باسم الشعب أذبحه وأن جنبول باسم الشعب ألويه. نعم، شكرا جزيلا لك يحيى ثلاية الكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة مأرب. عودة إليك أستاذ محمد، وكنا نتحدث عن مدينة مأرب التي يراد لها السوء، وبحكم بأن المدينة لنقول التي نجحت نوعا ما بوجود نواة دولة حقيقية. نعم، اسمحي لي أخت آسيا بس قبل الرد على السؤال أن أذكر هنا بعض المعلومات حول الحادثة التي نشر حولها حسين العزي وبشكل مزيف للحقائق. المركز الذي حدث فيه الاعتداء اسمه مركز الرياض التجاري، وهو عبارة عن مجموعة محلات في حي الفرزة وسط رداع يمتلكه أحد المواطنين من ريمة. الشخصين اللذين اعتدى على صاحب المحل أحدهم اسمه جابر النقيب الجوفي والآخر فيصل محمد الجوفي، وهم من عناصر ميليشيا الحوثيين، ويعني هؤلاء مرافقين للقيادي الحوثي وكيل محافظة البيضاء لشؤون رداع المدعو صالح ناصر الرطب الجوفي. هذه فقط للتوثيق حتى يتبين للمشاهد أيضا مدى استمراء الميليشيا الحوثية وقياداتها للكذب ولتزييف الحقائق. ما يتعلق بسؤالك حول مأرب
ولماذا الميليشيا الحوثية؟ كان الأخ الضيف الكريم يحيى الثلاية أشار إلى بعض النقاط المهمة هنا. أود أن أشير إلى أنه كما قلت في سياق حديثي، مأرب بالنسبة لميليشيا الحوثيين تمثل حجر عثرة أمام مشروعهم التوسعي والتدميري ومحاولة بسط السيطرة على كامل الجغرافيا اليمنية. الميليشيا الحوثية لا يمكن حتى أن تتخلى عن المحافظات الجنوبية. ميليشيا الحوثيين ومشروع الإمامة هو مشروع توسعي ومشروع تدميري، ولا يقبل القسمة على اثنين في الجغرافيا اليمنية. عندما يحل مشروع الإمامة وعندما تعود الإمامة كما نشاهد الآن فيحل الدمار، وتحاول فقط ترتيب أوراقها ثم محاولة السيطرة على أكثر ما يمكن أن تصل إليه من الجغرافيا اليمنية. بالنسبة لمأرب تمثل تسيل لعاب الميليشيا الحوثيين للنفط والغاز في مأرب، وتحاول التهام ما تبقى من الجغرافيا اليمنية لتمويل الاستمرار في تمويل حروبها، ليس فقط على الداخل اليمني ولكن أيضا على المحيط الإقليمي الذي ربما يبدو الآن أنه يعني وصل إلى قناعة بإعلان الهدنة، لكن ميليشيا الحوثيين لن تتوقف عند مستوى السيطرة والبسط على كل الجغرافيا اليمنية، لكنها ستعيد ترتيب أوراقها وشن هجماتها على المحيط الإقليمي. الإمامة أيضا بنسختها الحوثية اليوم في خطاب تزييف الحقائق وخطابها المراوغ واستمرار الكذب في حق اليمنيين وعلى اليمنيين واستمرار الكذب على المحيط الإقليمي والدولي، هي أيضا في نفس الوقت تستفيد من خبرة إيران باعتبارها اليوم النموذج الذي تقتدي به أو تحتذي أثره ميليشيا الحوثيين في ممارسة الخداع والتضليل. نعرف في كثير من الأحداث والوقائع التي حدثت في إيران بما في ذلك الطائرة التي أسقطت أخيرا وكان لها موقف معين بالنسبة للحكومة الإيرانية، ثم بعد ظهور الحقائق اضطرت للاعتراف بتلك الحقيقة. إذن ميليشيا الحوثيين لا تختلف في خطابها السياسي والإعلامي عن السلوك الإيراني في هذا السياق، وفي نفس الوقت هي تستمد أيضا من مخزون الإمامة في اليمن في ممارسة التضليل وتزييف الحقائق والبناء عليها في مسألة تحشيد المجتمع والمقاتلين للمضي قدما في حربها وعدوانها وفي مشروعها التدميري والتوسعي، وفي نفس الوقت محاولة إظهار وجه آخر أمام المجتمع الدولي واستصحاب مزعوم المظلومية كما قلت في سلوكها وفي ممارساتها. نعم، إذا أستاذ محمد، يعني في موضوع الاستخفاف بالناس، يعني كورونا دوخ بالعالم كما يقال، ليس هناك سلطة تعاملت باستخفاف كما تعاملت سلطة الحوثيين مع المواطنين، يعني حتى الآن ليسوا معترفين إلا بوجود حالتين، كل يوم عشرات الجنائز تخرج من المنازل وهم يرفضون حتى الإعلان عن تفشي الوباء وعدم يعني وضوح الرؤية لديهم. برأيك ما دلالة هذا الاستخفاف بالناس وعدم احترام المواطنين وعقولهم؟ الحقيقة هذا السلوك في هذه القضية تحديدا أيضا هو ما يؤكد حديثنا السابق كله حول سلوك الاستهتار وتزييف الحقائق الذي تمارسه ميليشيا الحوثيين يعني طوال تاريخها. الميليشيا الحوثية حتى هذه اللحظة لا تزال تعترف بحالتي وفاة بمرض كورونا بوباء كورونا في العاصمة صنعاء فقط، وبالتالي ماذا يعني هذا؟ هذا أولا يؤكد أنها غير جادة وغير صادقة، وهي ميليشيا لا تتمتع بأي قدر من الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه السكان الذين تحت سيطرتها. فقط كل ما يهم ميليشيا الحوثيين أن تبقى سلطة في مناطق سيطرتها، تجبي أموال الناس ولا تمنحهم شيئا من الخدمات أو أساسيات الحياة،
أن تستمر في التسلط على رقاب اليمنيين بادعاء مظلوميات مختلفة حسب ما تقتضي المرحلة من إسقاط الجرعة وحكومة الفساد كما قالت، إلى مواجهة ما تسميه العدوان، إلى محاربة الدواعش كما تقول، إلى غير ذلك من الفزاعات والذرائع التي تستخدمها للاستمرار في سلطتها. ما يتعلق بموقفها وسياستها التي تتكتم فيها عن خطر تفشي كورونا، جزء من هذا السلوك وجزء من هذه الثقافة. المشكلة اليوم أن الكثير من الفاعلين الدوليين لا ينظرون إلى البعد الثقافي لدى جماعة الحوثيين، ليست جماعة سياسية على الإطلاق، جماعة عنف مسلح لديها مخزون هائل من الكراهية والأحقاد وثقافة الثأر والثقافة الكهنوتية، وهي تحاول يعني صبغ المجتمع كله بهذه الثقافة وإنفاذ كل مخزونها من الحقد والكراهية بحق المجتمع اليمني، كما نشاهد على مر 6 سنوات من حرب من الحرب في اليمن ومن تسلط الميليشيا. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا أحمد العماد الإعلامي المنشق عن الحوثيين عبر سكايب من أديس أبابا. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، أهلا بك، تحية لك وللمشاهدين. أهلا بك أستاذ أحمد، أنت كنت إعلامي سابق لدى الحوثيين وربما قيادي أيضا، هل حدثتنا عن نهج الحوثيين في التعامل مع المدنيين داخل إطار سيطرتها؟ نعم يا عزيزتي، إن تحدثنا عن جماعة الحوثي سنتحدث عن 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 كتب وعن مجلدات وعن انتهاكات كبيرة جدا، لا يكفي الوقت لأيام وشهور بأكملها للحديث عن جرائم وعن انتهاكات كبيرة جدا بحق عدد كبير من الناشطين الحقوقيين، فئات المجتمع، التجار. هؤلاء عبارة عن جماعة تعادي كل جميل في الأرض. الحوثيين عبارة عن جماعة تتجرد من كل الأخلاق والقيم، جماعة تعادل السلام والمحبة والوئام. بالأمس عندما سمعنا عن الجريمة التي اقترفها مجموعة من المسلحين التابعين لهم في منطقة في محافظة البيضاء في منطقة رداع، لم يكن ذلك إلا عبارة عن نموذج بسيط جدا استطاع بعض الناشطين من خلال منصات التواصل الاجتماعي إيصالها وتحويلها إلى قضية رأي عام. لكن إن تحدثنا سنتحدث عن قضايا كثيرة جدا تمارس في كثير من المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى أن الحوثيين عندما اقتحموا العاصمة صنعاء حولوها إلى غابة وحولوا المناطق التي سيطرتهم إلى غابة. عندما اقتحموا صنعاء، عندما قوضوا النظام، طردوا سفارات المجتمع الدولي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وطردوا الإعلاميين والسياسيين والصحفيين والقنوات وكل وسائل الإعلام. جعلوا صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتهم عبارة عن غابة تخلو من كل شيء، فبالتالي تخلو الساحة أمامهم لارتكاب أي جريمة ولا يمكن أن يفرح صداها على الإطلاق. هناك آلاف المظلومين اليوم في مناطقهم. نعم، إذا أستاذ أحمد، يعني الجرائم التي يرتكبها الحوثيون في مناطق سيطرتهم ثم يذهبون لاتهام الآخرين بارتكابها كما حدث في هذا الفيديو الذي تحدثت عن، يعني كيف تتابع ما وصل إليه الحوثيون؟ استنكار جرائم يقومون بها بأنفسهم. يا عزيزتي، الحوثيين يستخدمون التقوية عندما يقدمون أنفسهم للآخرين أنهم نموذج جيد ونموذج مشرف، وهناك آلاف الجرائم والانتهاكات يعني تحول إلى قضايا رأي عام ويسمع بها الجميع، وأصبحت اليوم على مرمى ومسمع من العالم. عندما يرتكبون الانتهاكات، عندما يقتحمون النساء إلى بيوتها، عندما يداهمون المحلات التجارية، كثير من الجرائم، لكن هم يسعون إلى إلصاق هذا الآخر لكي يقدموا أنفسهم أنهم النموذج الجيد، وكذلك يسعون لاستعطاف الشريحة التي هم يعرفون على من يضللون، الشريحة التي المتواجدة في مناطق سيطرتهم. لو قلنا يعني بنسبة الجهل المتواجد في اليمن، يستخدمون هذه الشريحة ويضللون عليهم ويستعطفوهم، وفيما بعد يتم استقطابهم وإرسالهم إلى الجبهات تحت مسميات أخرى، العدوان والولاية ونحن مع الله والجهاد وكثير من المسميات التي لا أساس لها من الصحة. الحوثيين جماعة انتهكت كل جميل في اليمن وحولت الحياة لفوضى، جماعة لا تؤمن بأي أخلاق ولا بأي قيم. نعم، إذن
يعني هل يمكن أن تحدثنا أيضا عن بعض الجرائم التي لم تصل إليها الكاميرا؟ هناك ربما ما نسمعه يشيب له الرأس حقيقة، يعني من ظلم وإذلال لبعض المواطنين واستماتة في هذا الذل. هناك يا عزيزتي هناك كثير من الجرائم في مناطق سيطرة الحوثيين، ولكن عندما اجتاح جماعة الحوثي عندما اجتاحت العاصمة صنعاء وسيطرت على عدد من المحافظات، عندما طردت وسائل الإعلام وعندما يعني حاربت الصحفيين واعتقلتهم، هي بتلك الخطوة سعت إلى عزل هذه المناطق وجعلتها أشبه بالغابة لكي تحلو لهم الفرصة لارتكاب كثير من الجرائم ولأخذ أموال الناس بغير حق. بالإضافة إلى هذا هناك كثير من الجرائم، كثير من المواضيع لا يسمع بها بعض المواطنين التي تحصل بالقرب منهم أو في بعض المناطق التي قريبة منهم إلا بعد أن تتحول إلى قضايا رأي عام. فلو تحدثنا سنتحدث عن كثير من الجرائم التي يرتكبوها، من اقتحام من فرض الجبايات على التجار، اقتحام النساء الى بيوتها، اعتقال الصحفيين. اليوم من يتحدث في مناطق سيطره الحوثيين يسعون ليقولون له انت مرجف، انت طابور خامس، انت مع العدوان، انت عميل، انت ومسميات كثيره جدا لا اساس لها من الصحه. بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب هؤلاء يسعون بخطة لجذف الرعب أمام من يحاول أن يعارضهم أو من يحاول أن يرفع صوته في وجوههم، بأن يعني يتخوف ويظن أنه سيقال عليه كذا وكذا وسيقودونه إلى السجن وسيطلقوا عليه من هذه التهم الباطلة. فهذه سياسة قذرة حقيقة لأمانة تقدمها هذه الجماعة. وأنا أعتقد أن اليوم المواطنين القادمين تحت سلطتهم أصبح اليوم يعانوا بشكل كبير جدا، وصبر الناس سينفذ وسينفجر الناس يوما ما في وجوه هذه الجماعة، لأنها جماعة لا تقبل بأي لون اجتماعي، لا تقبل بأي طيف سياسي، جماعة لا تؤمن إلا بنفسها وتقدس نفسها وترى نفسها فوق الجميع، وتعتبر أن كل ما تفعله وما ترتكبه هو حقيقة وهو صحيح وهو سليم واستخدام التوكين. نعم، إذن باعتقادك كيف يمكن أن ينال الضحايا حقوقهم والحوثيون يمنعون أي صحافة أي منظمات محلية أو عالمية لرصد أو حتى مجرد الكتابة على صفحاتهم في الفيسبوك؟ فعلا حقيقة أن الحوثيين اليوم حتى على مستوى منشور يا عزيزتي هناك قضايا في أقسام شرطة وحولت إلى النيابة وإلى المحاكم تحت مسمى أن هؤلاء يحرضون، تأتي لتقرأ ما هو الذي يحرضون من خلاله، تقرأ أنه مثلا كتب رأي معين، كتب مثلا فكرة معينة، انتقد وضع معين في مناطقهم. فهذه الجماعة أصبح اليوم خطرها كبير جدا، والمواطنين يعانون بشكل كبير جدا في مناطق سيطرة الحوثيين، تقتم أفواههم، تصادر حقوقهم، تسلب حريتهم، بل يعني وصل الحد إلى أكثر من هذا، إلى أن يتم اقتحام. ما حصل بالأمس ما شاهدناه في الفيديو كيف فزع المواطن بشكل مؤلم جدا ليلحق المسلح ليأخذ ما أخذ منه، يعني كان مشهد مؤلم حقيقة للأمانة ومشهد مؤثر أوجعنا كثيرا. وكذلك يعني أصبح اليوم الكثير من الناس أصبح يدرك أن هذه الجماعة سيئة ولم تقدم أي شيء جيد على مدار 5 سنوات، كل ما قدمته هو أسوأ من الأسوأ، وكل يوم تقدم نموذج سيء وأسوأ من الأسوأ. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الإعلامي المنشق عن جماعة الحوثيين أحمد العماد، كنت معنا عبر الهاتف من أديس أبابا. إذن أستاذ محمد، يعني استمعت لحديث الأخ أحمد العماد، وحقيقة هي نقطة مهمة، مسألة عدم وجود يعني منظمات محلية أو دولية وراصدين و يعني من يقومون برصد هذه الجرائم والانتهاكات. لا ندري كيف يمكن أن يعني تعاد الحقوق أو يتم الإنصاف لهؤلاء الضحايا. أولا اسمحي لي أن أحيي وأقدر مواقف الأخ أحمد العماد ونزوعه عن الظلم والبقاء في مجموعة بهذه القسوة تجاه اليمنيين، وهذا موقف يحمد له ولكل مواطن يمني حر وشريف لا يرتضي أن يكون أداة لميليشيا الحوثيين في قمع اليمنيين واضطهادهم واستعبادهم وإذلالهم وسحق كرامتهم على كل اليمنيين وعلى كل الذين يعني وجدوا أنفسهم جزءا من ماكينة
الظلم والاستعباد لميليشيا الحوثيين أن يتخلوا عن هذا السلوك، وعن لأنه هذه البلوى ميليشيا الحوثيين لن تستمر طويلا، واليمنيون بالتأكيد سينتفضون. هذه سنة كونية. ما يتعلق بمسألة التوثيق، طبعا بالمناسبة كيف تم تسريب هذا المقطع الذي كان التاجر محظوظ بوجود كاميرا في محله، بينما كثير من الأحداث مثل هذه وأشد تقع في كل مناطق سيطرة الحوثيين بما في ذلك مدينة ردع وغيرها، لكن محظوظ كما قلت لوجود كاميرا وثقت هذه الحادثة. التاجر ذهب إلى الجهات الأمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين وأبلغ عن الحادثة، نزلت الجهات الأمنية التابعة للميليشيا وأخذت هذه التسجيلات ثم سربتها لميليشيا الحوثيين من أجل استثمارها ضد مناطق الشرعية وضد محافظة مأرب. لكن ما حدث هو فضيحة بهذا المستوى، واتضح تزييف قيادات الحوثيين لهذا التسجيل المصور، وانقلب السحر على الساحر كما لكن نعرف. أيضا أستاذ محمد اسمح لي، حتى ما يخرج للإعلام من بعض، يعني ليس هذا الفيديو الأول الذي يتم تسريبه، هناك كثير من الفيديوهات التي شاهدناها وشاهدنا مدى الظلم الواقع على الناس. حتى هذه الفيديوهات لا تحرك ساكنا حقيقة، يعني لا منظمات دولية لا ناشطين في الخارج، لا يتم العمل على هذه الفيديوهات لإيصال صوت الناس. للأسف الشديد هناك العديد من العوامل. أولا، العامل الأول أن أخطاء التحالف ساهمت في إضعاف موقف المجتمع اليمني والشرعية اليمنية في الحديث عن الملف الحقوقي والقضايا الحقوقية وجرائم ميليشيا الحوثيين. أخطاء التحالف وجرائم التحالف بحق المجتمع اليمني، الغارات، وأيضا سلوك الإمارات تحديدا في المناطق المحررة وجرائمها، الاغتيالات والاعتقالات والمعتقلات السرية والتعذيب والاعتداءات الجنسية ضد المعتقلين، وهذه الجرائم البشعة أضرت بمصداقية المنظمات والحكومة الشرعية في الحديث عن جرائم الحوثيين. للأسف هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هناك حسابات سياسية للعديد من الفاعلين الإقليميين والدوليين تقتضي الإبقاء على ميليشيا الحوثيين كأداة وظيفية في مرحلة معينة لإعادة ترتيب المشهد اليمني، حتى لو سحقت كرامة الناس. وللأسف هذا التوظيف السياسي الرخيص لمعاناة اليمنيين تتورط فيه حتى منظمات تابعة للأمم المتحدة، حتى المبعوث الأممي نفسه للأسف الشديد يمارس نوعا من النفاق كما شهدنا في كثير من المواقف، نفاق واضح مع ميليشيا الحوثيين ومحاولة الإبقاء عليها وعدم إدانتها أو تجريمها وممارسة سياسة تدليل مع ميليشيا الحوثيين. هذه جزء من العوامل للأسف التي يعني لم تسفر أو ساهمت في غياب إرادة سياسية دولية لوضع حد لمعاناة اليمنيين جراء قمع وجرائم الميليشيا الحوثية وتسلطها على رقاب اليمنيين في مناطق الكثافة السكانية طيلة هذه السنوات العجاف من عمر اليمنيين. هذه عوامل ساهمت في هذه المشكلة. الآن ما يتعلق بتوثيق مثل هذه الجرائم، كما قلت قبل قليل القصة كيف تمت وكيف سمح للرأي العام الاطلاع على هذه الجريمة وفضح محاولة تزييف الحقيقة حولها من طرف الميليشيا الحوثية. اليوم هناك العديد من الناشطين أيضا الحقوقيين في المناطق المحررة وممثلين لمنظمات حقوقية، يوجد أيضا حتى مكاتب للمنظمات، بعض المنظمات الأممية في صنعاء، يمكن للناس أن يتوجهوا إلى هذه المنظمات أن يكسروا حاجز الصمت مهما كان مستوى الجريمة، يعني أيا كان نوع الجريمة يجب الإبلاغ عنها لوسائل الإعلام، للقنوات، للناشطين بأي وسيلة ممكنة. اليوم هناك وسائل الاتصال، الواتساب وغيرها، يمكن إرسال بلاغ لأي من الناشطين الذين يمكن الوصول إليهم بهذه الحوادث وبهذه الجرائم التي يتعرض لها اليمنيون. صحيح أن هناك نوع من الجهل للأسف لدى الكثير بآليات المناصرة والدفاع عن حقوقه، لكن يمكن
البدء بتشجيع الناس على الإبلاغ عن جرائم الانتهاكات والاستمرار في هذا السياق. للأسف قد يكون هناك نوع من الإحباط لدى حتى الناشطين. صح. كما أشرت في سؤالك أنه كم شاهدنا من جرائم تقشعر لها الأبدان ترتكبها ميليشيا الحوثيين بكل صلافة وبكل وقاحة ودون أن يرف لها جفن. مع ذلك المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للأسف الشديد لم تتوفر حتى الآن على إرادة سياسية لوضع حد لمعاناة اليمنيين إذن وآلامهم ولإيقاف جماعة الحوثيين عند نعمل حدهم. أن يصل صوت اليمنيين إلى هذه المنظمات المعنية وإنصافهم. شكرا جزيلا لك الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.